لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي الوداد الرياضي مضيفه نادي قلوب الصنوبر الغاني في مقابلة قوية تجمع بين كلا الفريقين برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويطمح الفريق الأحمر إلى العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي قلوب الصنوبر الغاني، حيث لن تكون المهمة سهلة في ظل الغيابات التي يعاني منها نادي الوداد الرياضي. ويدخل الفريق الأحمر المقابلة وعينه على تحقيق الانتصار قبل لقاء العودة بالمغرب، وذلك من أجل ضمانه التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وتقام المواجهة بين الفريقين يوم الأحد 17 أكتوبر انطلاقا من الساعة 4 عصرا بالتوقيت المغربي، وذلك برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا. للإشارة المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية.